يقول السائل: توفي أخي وهو شريك معي في مشروع، وترك ولدا رضيعا، ما حق هذا الولد؟ هذا تراجع فيه المحكمة الشرعية. إذا كان ماله إلا ابن واحد، ما له والدين ولا له زوجة، وإنما له ابن واحد فقط، المال للابن، المال للابن تعصيب. وإن كان له ورثة آخرون فلا بد من الرجوع إلى المحكمة لمعرفتهم.